السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه كده؟ دايرين لاباس عليكم، كل شيء مزيان ان شاء الله، تكونوا بخير. تحياتي ليكم جميعا ومشرفيني ومنوريني دايما. النهاردة معانا كذا موضوع هنتكلم فيهم في ايجاز. اول حاجة زي ما توقعنا طبعا فرنسا صوتت للمغرب، وده اللي انا قلته من 3 ايام انه فرنسا هتصوت للمغرب في المسودة بتاعت مجلس الامن، لانه فرنسا عرفت برضو نتاج اللي هي عملته في الفترة الاخيرة ونتاج عداوة المملكة المغربية، فبالتالي مصالح فرنسا كلها هتتوقف لو حصل خلاف كبير او استمر خلاف كبير بينها وبين المغرب، فطبعا فرنسا صوتت لصالح المغرب. كمان الجزائر بتستفز مصر مرة اخرى بدعوة حكومة الوحدة الوطنية الليبية للقمة العربية، وده استفزاز جديد لمصر وسياسات مصر، خاصة بعد التعامل الواضح جدا اللي بيتم دايما ما بين الجزائر واثيوبيا، واتكلمنا على ده قبل كده، واتكلمنا على استياء مصر من القصة دي، فبتيجي النهاردة الجزائر بتكمل مسلسل استفزازها لمصر، وبتدعو حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وده أمر طبعا بترفضه مصر. فيعني هنشوف الأمور توصل لفين في القمة العربية اللي كلها استفزازات للدول المشاركة دي. الصحافة والإعلام التونسي بقى على العكس تماما بتاع كل الدول العربية، بيدعموا القمة العربية بالجزائر بقوة. يعني الإعلام التونسي والصحافة التونسية بيروجوا لأن القمة العربية دي هتنجح، ويعني في مساندة كبيرة جدا للقمة العربية بالجزائر من قبل الإعلام التونسي والصحافة التونسية. كمان صحفي جزائري أحرجوا السيد عمر هلال بشكل كبير جدا، هو صحفي جزائري في سكاي نيوز، وقال ليه المغرب بيهاجم الجزائر رغم انه الجزائر مش هو يعني اللي بيدعم البوليساريو، ما دول امريكا الجنوبيه اغلبها بيدعموا البوليساريو، وشمعنا يعني الجزائر؟ وانا شايف ان هنا في تحامل من المملكه المغربيه على الجزائر وسايبين كل الدول، ده بيبين انه يعني المغرب بيتربص بالجزائر، خاصه بدليل انه ليه المغرب ما بيهاجمش او ما بينتقدش دول امريكا الجنوبيه اللي بتدعم البوليساريو. فالحقيقه انه السيد عمر هلال رد عليه رد يعني افحمه بصراحه. اولا قالوا انت شغال فين؟ انت شغال في سكاي نيوز اللي بتتكلم باسم الجزائر، وهي اللي بتديك فلوسك اللي انت بتاخدها عشان تطلع تهاجم وتقول تصريحات زي دي بتضلل الناس، وسكاي نيوز دي بتتكلم باسم الجزائر. قال له قول لي هو مين الدولة الوحيدة اللي بتدعم البوليساريو؟ الجزائر. مين الدولة الوحيدة اللي بتتبنى البوليساريو؟ الجزائر. مين الدولة الوحيدة اللي بتصرف على البوليساريو وآخر حاجة مديالهم 6 مليون؟ الجزائر. أين هي البوليساريو؟ تندوف. أين المواقع التدريبية بتاعتهم؟ تندوف. مين اللي جايب إيران عشان تدرب البوليساريو ومدي إيران مساحة عشان تدخل تدرب البوليساريو؟ الجزائر. مين اللي بتدافع دايما وبتتكلم باسم البوليساريو؟ الجزائر. مين اللي عمل علم مشابه في الشكل لعلم فلسطين وبيستخدمه عشان يعني يكسب تعاطف العرب بان هو يقرب لون العلم والوان العلم من فلسطين، وبيدعي انه في دوله داخل المملكه المغربيه؟ الجزائر. وهنا احنا وعشان كده احنا دايما بنتكلم على الجزائر، الجزائر هي الداعم الاكبر للبوليساريو، الجزائر هي من خلقت البوليساريو، الجزائر هي من ابتكرت هؤلاء المرتزقه، هذه الميليشيات اللي جمعوهم وادوهم شويه فلوس وبيصرفوا عليهم لحد النهارده، وبعدين يطلع يقول لك القضيه الفلسطينيه، رغم ان هو بيدفع فلوس للبوليساريو، لو دفعها لفلسطين فلسطين مش هتحتاج حاجه تانيه. يعني لو الجزائر دفعت ووظفت المبالغ الماليه والدعم دعم الاسلحه ودعم التدريبات العسكريه و و و اللي بتديها للبوليساريو اديتها لفلسطين، يمكن فلسطين مش هتعاني تاني لو خدت الكم ده من المساعدات. لكن يطلع واحد بعد كده يقول لك مغيب او بيستهبل، وفي الارجح هو بيستهبل، يقول لك اشمعنى بتهاجموا الجزائر وده دليل ان المغرب متربص بالجزائر. والله إذا كنا هنتكلم على التربص فالجزائر هي اللي بتتربص بالمغرب. في الأول أول ما ابتدينا نتابع الأفكار والأخبار اللي بتحصل قلنا بعض الجزائريين يطلعوا يقول لك خوا خوا، واحنا جينا نبحث في الأمور لقينا إنه خوا خوا دي بتتقال عندنا احنا بس، تتقال لنا احنا بس، لكن في ظهرنا وعلى المواقع اللي بتشتم المغرب هم بيتفاعلوا معاها عادي جدا مفيش أي مشكلة. ولما الملك طلع قال
احنا اخوات ومد ايده بالسلام، ما حدش تجاوب معاه. فبالتالي الحقيقه يعني ده طبعا الجزء اللي انا زودته ده من عندنا، لكن السيد عمر هلال افحم هذا الصحفي بشكل كبير، وده اكبر رد على انه واكبر تحذير على انه اي شخص هيحاول يضلل الناس او يضحك على الناس او يبين ان الجزائر هي المظلومه والمغرب هو الظالم، او انه المغرب هو اللي بيتربص بالجزائر، او الكلام اللي عمالين نسمعه في اسطوانات مشروخه ده هيترد عليه خلاص بالادله وبدون اي مجال لانه حتى يحاول ان هو يكذب ولو 1% من الكلام اللي بيتقال. ده كان اخر حاجة معانا، تحياتي للمملكة المغربية وتحياتي ليكم جميعا. بشكر المخلصين العدد القليل قوي المخلص اللي دايما متواجد معايا، اللي ما بيتأخرش اي يوم انه يشوف لما يلاقيني نزلت فيديو بيدخل وبيشوفه وبيقدر الجهد اللي انا ببذله. والحمد لله انا عملت زي ما قلت لكم اغنيه جديده بمناسبه الصحراء، بمناسبه المسيره الخضراء، وبنقول فيها كلمه الصحراء كالعاده، نازله ان شاء الله يوم 1 نوفمبر، بعدها كمان بحوالي 5 6 ايام في مفاجاه تانية باذن الله. بشكر المخلصين اللي متواجدين دايما في الفيديو بتاعي اللي ما بيتاخروش عن ده، وهم عددهم القليل ده فوق راسي من فوق. تحياتي ليكم، بشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم. مغربي ومغربية واصلين للعالمية، وبصوتنا نقول نغني أمجادنا عنا تحكي لكل الدنيا دي. درجة وأمازيغية والشلحة والحسنية، الله الله علينا مغربنا بينادينا والنجمة الخضرا عالية. أحكي في تاريخه ازاي ماضي وحاضر والجاي، حكايات ملهاش نهاية والتاريخ مش نساه. مغرب على طول كله يغني معايا، وبأعلى الصوت هنقول مغربي ومغربية واصلين للعالمية، وبصوتنا نقول نغني أمجادنا عنا تحكي لكل الدنيا دي. درجة وأمازيغية والشلحة والحسنية، الله الله علينا مغربنا بينادينا والنجمة الخضراء.